لبنان بالمرتبة الثالثة من أصل 50 دولة على قائمة أسوأ شوفيرية بالعالم بحسب دراسة أجرتها شركة تأمين كومبير دي ماركت. فشو رأي الشارع بالموضوع؟ بيسوقوا كتير منيح بس ما بيلحقوا القوانين، فما في عنده الاحترام للغير، هيدي المشكلة. أنا ضارب سيارتي، فات في واحد على المرسيدس على الدورة، خبطني من ورا، طحوشت السيارة وسماح أنا وياه. ما بيحترموا قانون، شايفين حالهم كل واحد مفكر الطريق لإله، كل واحد هو لا بيصفه مزبوط ولا بيسوقه مزبوط، ما بيحترموا حدا على الطريق، هذا اللبناني. إذا بيعيدوا دفاتر السواقة ما حدا بياخذ، كله تزوير. شو حتعملي عن دفتر عن موتسيك؟ ما في موتسيك. شو حتعملي عن سيارة؟ ما في سيارة. كله كذب. بدك المزبوط حرام، بدي احكي ضميري انا. 70% رجال لانه بيكونوا منضبطين اكثر، المرة بتلتقي على التليفونات. بتلتقي والله. 30% بس كمان عندك نسوان ما شاء الله عنهم بيسوقوا احسن من الرجال. ممكن يعني اقطع اشارة حمراء. يعني بس انه بعرف انه غلط، بس انه المجتمع والجو بيخليك تتصرف بهالطريقه الغلط، ولكن غلط عن غلط بيفرق. اذا بالله ساعه وحده بدي اروح على البيت لاقي زروبي بقدر ازمط منه اكسسوار، بزمط منه اكسسوار صراحه، يعني مكذب عليك. في احترام طب للقانون بلبنان بالسواقه؟ حسب المناطق، في مناطق اكثر من مناطق. شو هيك؟ أنا كنت ببلد أفريقي كنت عايش فيه، يعني دخيل لبنان. أنا ليك بسوق وبحترم قانون السير، بحط البلت تبعي وبسوق. ما بتخالف شوي القانون هيك هيك عشية، ما حدا شايفك، إشارة حمراء عكس السير؟ لا 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 لا.